ينضم إلينا من واشنطن موفد بي بي سي عصام عكرماوي مرحبا بك عصام إذا ما عدنا لحديث الرئيس ترامب لا شك أنه كان واثقا مما يقوله وكانت هناك الكثير من الرسائل التي أرسلها هل ما قاله كان فقط موجها إلى إيران وما فحواه الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي اليوم لم يقتصر على الموقف مع إيران وإن كانت إيران أو التوتر الأخير في العلاقة مع إيران هو المحور الرئيسي لكنه أيضا تطرق إلى قضايا أخرى مثل حلف الناتو والذي عليه أن يطلع بدور أكبر في منطقة الشرق الأوسط كما تحدث عن أن أمريكا لم تعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط وأنها مكتفية ذاتيا من النفط وأنها أصبحت المصدر الأول للغاز والنفط في العالم تحدث عن العلاقه مع الدول الاخرى مع حلفاء امريكا اذا كانت ال... كان الخطاب شاملا ويعني ربما يمهد للفتره المقبله لحكم الرئيس دونالد ترامب خلال العام المتبقي من ولايته وهو طبعا يعتزم ان يرشح نفسه لفتره رئاسيه ثانيه هو وضع الخطوط العريضه لسياسه الاداره في المرحله المقبله من بالتركيز على الموضوع الايراني الذي اصبح حجر الزاويه في سياسته الشرق اوسطيه في الفتره الاخيره. طيب هل ترك الباب مواربا مع ايران فيما يتعلق حينما قال انه لن يسمح خلال رئاسته لايران بامتلاك اي سلاح نووي. هو بالفعل استخدم اسلوب العصا والجزره، قال انه مستعد للتعاون مع ايران في حال تغيرت نهجها وتخلت عن طموحها النووي، طموحها النووي. وقال ان اشاد بالشعب الايراني وبقدراته غير المستغله وقال ان هناك مستقبلا زاهرا امام الايرانيين اذا هم تخلوا عن نهجهم الحالي، اتهمهم بدعم ما يسمى بالارهاب في المنطقه وعدم الاستقرار لكنه في الوقت نفسه قال ان هناك مجال للتعاون بين ايران والولايات المتحده خاصه وان لهما عدو مشترك وهو تنظيم ما يسمى بالدوله الاسلاميه في سوريا والعراق، كان هناك العديد من الرسائل التي حاول ترامب ان يوجهها لاكثر من طرف، وكما قلنا الخطاب كان شاملا وعاما وهو ما فاجا الكثير من المراقبين هنا، البعض توقع ان يركز في خطابه على ما حدث ليله امس من قصف ايراني لقاعده في العراق تضم جنود امريكيين، لكنه توسع اكثر من ذلك وتحدث عن امور استراتيجيه اكبر من ذلك بكثير. طيب هل تحدث ترامب عن بقاء القوات الامريكيه في اوبت الاستعداد؟ تحسبا لأي هجمات عدائية أخرى سواء من قبل إيران أو من قبل قوات الحس الشعبي في العراق انتقاما لمقتل أبو مهدي المهندس هل تحدث وتطرق عن ذلك إلى ذلك؟ هو تحدث بشكل عام عن عن قدرات القوات الامريكيه قال انه في فتره رئاسته تم تحديث القوات الامريكيه وانها الان يعني لديها الامكانيات الهائله والدقيقه والتدميريه الكبيره جدا، لكنه حرص على القول انه لا يريد ان يستخدم هذه القوات وهي اشاره واضحه الى ان الولايات المتحده لديها القدره العسكريه للتعامل مع اي طارئ. خلال الايام الماضيه وزير الدفاع الامريكي ايضا قال نفس الكلام ان امريكا مستعده للتعامل مع اي طارئ وان القوات الامريكيه في جاهزيه كبيره تماماً. للتعامل طيب. مع هذه الامور عصام هل الداخل الامريكي الان اصبح اكثر ارتياحا بعد حديث ترامب خصوصا مجلس النواب نحن نعلم ان نانسي بيلوسي تريد عرض مشروع قرار في مجلس النواب يحد من صلاحيات ترامب العسكريه عند التعامل مع ايران هل الوضع اختلف اليوم ام ماذا ما الذي يدور في اروقه الكونغرس يجب حمدان أن نرى هذا التحرك في الكونغرس في إطار محاولات الديمقراطيين عزل الرئيس الأمريكي تقديمه للمحاكمة تمهيدا لعزله من منصبه وهي الجهود المستمرة منذ فترة طويلة هي ليست بالأمس الموضوع التوتر الأخير مع إيران ربما منح الديمقراطيين بعض الذخيرة لاستخدامها ضد ترامب حيث اتهموه بأنه تجاوز الكونغرس وتجاوز صلاحياته وأنه لم يبلغ الكونغرس بما ينوي الـ الـ بأنه ينوي شن عملية عسكرية ضد إيران لكن ترامب أيضا كان حريصا على القول أنه أبلغ الكونغرس بـ بـ بقراره وحرص بالامس مثلا على ارسال نائبه مايك بنس لاطلاع الكونغرس على اخر التطورات اذا هناك عمليه شد وجذب ويجب ان نرى هذا التحرك بالكونغرس الذي تقوده نانسي بيلوسي والديمقراطيين على انه جزء من محاولات الديمقراطيين عزل الرئيس ترامب وهذا الامر سيستمر خلال الفتره المقبله شكرا لك من واشنطن موفد بي بي سي عصام اكريماوي